قلت كلمة مهمة جدا، وهو خلاص تحضيرات للي جاية مباراة بالميرس. لكن أنا عندي سؤال أهم في الحقيقة كابتن سيد، إن شاء الله بإذن الله المنتخب ربنا يوفقه بكرة ونكسب البطولة منتخب مصر. التنسيق مع لعيبة الأهلي الدوليين هيرجعوا إمتى إن شاء الله؟ هل تحضيرات امبارح كلمت الشناوي وقلت له خليك فاتح تليفونك على طول بعد المباراة مباشرة، إن شاء الرحمن بإذن الله يكونوا متوجين هم كمان بالبطولة. كلمت عمرو السلية، متواصل مع المجموعة كلها سواء كان أيمن أو حمدي أو أكرم، طبعا لسه بيكلمني من شوية محمد شريف كلمته المرة اللي فاتت كمان وقلت له يمكن ربنا شايل لك حاجة طبعا كويسة بالتأكيد. يعني خلينا بس ننتظر بكرة بإذن الله. إحنا منحضرين على جزئين، يعني هنشوف هيجوا الساعة كام يوم الاثنين بإذن الله تعالى، لكن بعد الماتش مباشرة هيبقى فيه كلام بيني وبين محمد الشناوي وعمرو السلية. عودة مستر بيتسو موسيماني وتواجد الكابتن محمود الخطيب النهاردة، أكيد كلام كتير جدا حصل في الكواليس. بص زي ما قلت لك كل واحد له دور في المنظومه. احنا بنتكلم في النادي الاهلي، بتتكلم في النادي الاهلي كل واحد له الاختصاص وكل واحد له دوره، كله عمله على اكمل وجه، سواء كان الجهاز الفني النهارده حتى الصعوبات اللي هات لنا عمار حمدي ربنا يشفيه ويعافيه لحد اول امبارح كان حاسس يا عيني، يعني هو كان حاسس كان والله كان لك كان لا بيتكلم حتى مع الدكاتره ان هو يعني خلاص الماتش قرب خايف يتعور قبل الماتش عشان يعني بس هو كان خايف من السمانه فجت في الرباط الصليبي، لكن الحمد لله على كل شيء. عمار حمدي غيابه كمان ما يعني انت بتتكلم في ال 12 لعيبه او 13 لعيبه او 14 لعيب اللي غايبين دول، لكن كل واحد له دور. رئيس النادي له دور، كابتن محمود الخطيب بالتاكيد حتى المجموعه اللي كانت موجوده هنا كلهم بيتكلموا بلهجه واحده وتون واحد، احنا النادي الاهلي واثقين فيكم على قد المسؤوليه، سواء كان المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه او كابتن حسام غالي او الاستاذ طارق قنديل، حتى المجموعه اللي ما جاتش اكيد نفس الاحساس ونفس الروح عندهم. هي احساس كبيره جدا، احساس كبير جدا متواصل. الجمهور اللي انا قلت لك عليه، جمهور الاهلاوي، الجمهور المصري، الجمهور الاماراتي نفسه اللي كان موجود وهو بيقول لك لا، يعني انا واحنا خارجين بين الشوطين واحد من المنظمين والله او واحد من الناس الموجودين في الاستاد بيقول لي هنكسب، هو اماراتي بيقول لي هنكسب. يعني انا بشكرهم جامد جدا لان انا ما حسيتش او بحس في لحظه واحده او في يوم واحد ان انا ما بلعبش في مصر.